الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد درسنا يقولنا قدام بيي سيرادها وحوكو شوقي هذا المؤلف رحمه الله، وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صفحة سقالية كونتن وحوي لشيخ رحمه الله: وكانت معاتبته تعريضا، ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ونحو ذلك، ويأمر بالرفق ويحث عليه، وينهى عن العنف ويحث على الصفح على العفو والصفح ومكارم الأخلاق، ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وإذا نام أو اضجع اضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة مستقبل القبلة. وعم ألف رحمه الله وكانت وحي هيد الإمام النووي وحو يري وكانت وحي هيد معاتبته وحين كترنا فصل وكغو الرميو أخلاق دي النبي عليه الصلاة والسلام أين ولي كترنا وحو يري مركا وكانت وحي هيد معاتبته عن أنتي النبي عليه الصلاة والسلام تعريضا سربابا يهيد وحو ورنشري ما بالو ناس قلم حي أجيدان ويشترطون يشترطون شرطين أي شروطا شروطا ليست في كتاب الله يوحى بذلك وحى لمتك. رسول صلى الله عليه وسلم هل كان مالف كوحو شيغيا مركو عد عنا أنا يا رسول صلى الله عليه وسلم أما ودون يوئين وحو ديدو أما عد وركسو قارو عد وركو كسو قاري نبي عليه الصلاة والسلام سيدا بضان أما أصل كاهيد ما أمك عدبي ترين مو أمك عدبي ترين أوحو رنجر رسول صلى الله عليه وسلم ما بال فلان يفعل كذا هب المحوس إذا وصمين يا عفوا ما بال أقوام يقولون كذا محاي وجهد أن قلوا سيدا دونيين السمايان يقولون كذا وكذا سيدا ورنيا أما أوحو رنجر ما بال أناس داد محاي داد شاني قود يار كود محوها سيدا يا سيدا دونيا مركا رسول صلى الله عليه وسلم مو مقعد بيشرين قفكاسي سيدا أصل كا مركا ورسول صلى الله عليه وسلم عيد ودوني إنو شاي كرابه أما ورو كسو قارو سيقو دا يونبو عليه الصلاة والسلام وهاد لي تري إساقو آن قفكي ربك سميه مقعد بينين سيدا سوا سيدا أصل كا لكن مركا قاركو دويد عدي رسول صلى الله عليه وسلم إنو داد حمان سميه أما ميل كدعي مصلحات كانتي إنو مقعابي النبي عليه الصلاة والسلام ساو قد علينو عرهين أصل كو حوايان قفك مسلم كا دبكو كدعي إن رفقي إيا لغولا دقمو إيا دبرسانان لغولا دقمو أو لوانيو لكن هدي أي كان ستا أو قد قاركود إن هذا الكاما لغوات كايا أمان لما قعدبو هدي مصلحاتي كان ستا وحوايان والا مقعابي كرا شرعينا أصل أي كل هذا هاي لكن سيدا بدن الرسول صلى الله عليه وسلم مسمين جري وحيا هيد سيدا سيا هيد وحورين جري ما بالو أقوام محي قولو جيدان مثلا سايا سادونيا أما سيدا سمية أما وركا لغا شاقي محي وجيدان يسوى النبي عليه الصلاة والسلام ديدا يا ووحويان كوين كرايا ويامر النبي وفر جري بالرفق لبرسانانتا ويحث عليه داتكنا وكبورين جري وينها النبي وديدي جري عن العنف عنفيقا يا أضيقا iyo maaragtay qofku inuu si maaragtay qalafsan u dadka ula dhaqmo cunfiga qalafsanaanta rasuulku wuxuu dadka aad u far jiray rifqiga waxaan oran jiray rifqigu iyo dhibirsanaantu shay ma gasho ilaa way waxa weeyaan khayr ay la timaada rifqiga dhamaantina waa khayr booran jiray nabigu dhibirsanaan dhamaanteed waa khayr booran jiray nabigu alayhi salatu wasalam wayamru birrifqi rifqiga ayuu nabigu far jiray iyo dhibirsanaanta way xuthu alayhi dadka waa ku boorin jiray وينهى النبي وديدي جرى عن العنف أضيقا يماركتي شددنا رسول صلى الله عليه وسلم يقلب سنانته النبي عليه الصلاة والسلام وديدي جرى وحورن جرى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق إلهي وامير لبرسانه ويحب وحجعلي الرفقة لبرسانته يلهي جعلي ويحث النبي عليه الصلاة والسلام وكبورن جرى على العفو إن قفك عفق وقاته إيا والصفح لعفتانك عفق ودعفتان صفحي قنوة إسك سامحات يو مكارم الأخلاق أخلاق دي تيدا واناكسنة تدكا يو نبي كبورين شري إساق قنوة سمين شري واكو عمل فلي شري ويحب النبي عليه الصلاة والسلام حج على التيمنا إنو ميدي قيستو في طهوره مركو طهارة قادنا يو أما ويسيسانا يا أما وميرانا يو ويسادا وحكب الله بيشري حبناها ماركتا يعني ميديكتا
طهارة قاعدة شدنا وحكا بلا بشرية ما رشدنا لنا عميدكته وتنعوله مركو كباحرين يميدكتو كبلا بشرية وترجله حتى مركو فارني رسول صلى الله عليه وسلم وفي شانه كله شاني قيسى دمانتي شاني قيسى وناكسن دمانتينا رسول صلى الله عليه وسلم وحكا بلا بشرية وفي شانه أرمنتيسى كله دمانتي ساسا ينبقو سمين شري سداس أيو سمين شري وعلى الله وحفي عن رسول صلى الله عليه وسلم سداس أيو سمين شري ميدكتو سيو كبلا بشرية وكانت وحي هيد سيانا دو فهمين إن حتى ما رغت مركز تيسانا يو حيوالا ميدكا إنو ميدك تيستعمالي شري أيو هذا الكنو قد باكاني شاخو وعويل وكانت يده كعنتي سوع هيد اليسرى كعنتي سبديح لخلائه كعنتي سبديح النبي عليه الصلاة والسلام وحي استعمال شري خلاقة خلاقة وسوليقة يو ما كان من أذن وحي ما رغت لغب سنة أيو أيو رسول صلى الله عليه وسلم كعنت بديح ويستعمال شري وكانت وحي يده كعنتي سبديح بديح لخلائه حاجة قادة شديسة أي رسول صلى الله عليه وسلم أو استعمال شري يوما كان وحي من أذن وحويان مارتي لبعة أما لكهنا أيوه وحي رسول صلى الله عليه وسلم أو استعمال شري بالعدة وحي وناكسن أن رسول صلى الله عليه وسلم ميدكتيس أي استعمال شري مركو طهارة قادة أيوه كباها حران أيوه وحويان فران أيوه در حران أيوه رسول صلى الله عليه وسلم وحوش على تيمنك حتى مركو مساجك قلي النبي عليه الصلاة والسلام وحاو كبلا بيشري ميدكتا حتى واي نوع من دتين ميدكتا ويسيحان شري وإذا نام النمك مركو السياح ذهبين كاو الضجعة ما ودين عدو الكاديغانا الضجعة وحو سيحان شري على جنبه الأيمن دين عيسى ميدك مستقبل القبلة حالة ويميد قبلة قابل سن رسول صلى الله عليه وسلم سيدا سيوسمين شري وانا سيدا مكاي كو نستيحيان اما دتك كوانيان قول هذا عفمات كستي دتك كوانيان وي وايلا هذان قف كوانو هبين كي انو بيحثو سيحان oo bidixda waxa weeyaan ma aragtay waa dhinac wadnu ku jiro culaysi ayaa qofka fooli kara ma aragtay hatta dadka qaar kood la dhaway qarwaan habeenkii ama way riyoodaan waxyaabaha u sababa waxa kamida inuu bidixda u saxdo qofku oo ku saxdo wadnihiisi wa idana markuu saxdo wad dajac ama uu dhinaca dhulka dhigo idajac nabi waxa uu saxan jiray ala jambihi alayman dhinaciisa mid mustaqbal alqibla halaw yimid qiblada qabilsan isagoo tahara qaba ayuu nabi cali sallallahu alayhi wasallam sidaa u jiifsan jiray مركز سوح ويان آية كرسي إيو أذكارت الصوار رتي اللميت كأه ورسول صلى الله عليه وسلم آخرين شري إيو معاوذتين كأه إيو قل هو الله وآخرين شري دين تركي سومرين شري نبو عليه الصلاة والسلام وكان وحوها مجلسه النبي مجلس كيسة إيو مضشا وفريا وحيا هان شرتي مجلس حلم ميل طلقات إيو حياء حشوت مجلس إيو أمانة أمان إيو صيانة دور سنان إيو صبر صبر إيو صبر أتكيسي يو سكينة دجناش ولا ترفع فيه ولا ترفع لما قادي ترين فيه دحديس الأصوات مجلس كان يبقو فريو قيل كم يبحترين يبوقا مجلس لك قيل قيليو رسولك صلى الله عليه وسلم مجلس كسموهين ولا تؤبنوا فيه لقماش يجترين الحرم وحيبا حارانتا أما أنفعنين إلا تذكروا فيه النساء دمر كأيو وحويا لقما فلان قين ترين وحويا waxyaabaha la midka laguma falanqayn jirin oo ma aragtay rag iyo dumar wixii dhexmaray iyo dumarka sifaadkooda iyo sheegsheegidooda iyo waxyaabaha ma aragtay laga xishoodo ma lagu sheegi jirin ee wuxuu ahaa majlis xilmi iyo uu ka muuqdo xayaa iyo xishood isaga iyo nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam waa xishood badna taa majliska jirna majlis xishood buu ahaa wuxuu ahaa مجلس أن وحيابها لغا حشوضة أن لغو فلنقينين أيها مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجلس أمانه أو نبي عليه الصلاة والسلام حلكي دعوة ديدة الله وصاري ويكوكوته أيها النبي عليه الصلاة والسلام وحوها مجلس سيانة دور سنانت لغو كبعيه يصبر كالي سقدر دارمه وحانوها مجلس سكينه يماركتي حسين لونه يكسوكان تهايو وحوها نعم المجلس والنبي محمد دابا تشوقي حقي سكينه وقام قنت صبر معناه يدوح ويان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس صبر مجلس وصبر بوها كو لفديو النبي قود القادن شري مركا اي ميل كدعان كو ويماني وحوي ديني قود القادن شري كو حديتك ددك قاركود اي دعده ان النبي عليه الصلاه والسلام كو غفان ما معرفت افلغاديه وخي لميد اي اي اي, أي سميان خاصه ددك عربته اي ددك جهالده اي وحوها مجلس صبر ايوها اي حلم يد القاد ايوها waad garaysaa rasuul salla allahu alayhi wasallam majliskiisa isagoo fadhiyo masaajidka jooga isagii saxaabiis radiyallahu anhu inuu nin carabi masaajidka soo galay oo dadna masaajid ku kaajay dadna lagu qayliyay dadna uu nabigu ka baqay inuu kaadi marba dhinac ula carro masaajidka dhexdiisi
رسول صلى الله عليه وسلم صحابه وحفره دلقات اي صبر اي ادكيسي اي فرق لما نو هين مجلس لغو قيل قيليه ورسول صلى الله عليه وسلم فاحش مو هين متفحشه مد افحن افحن ما حويان اما افحن لغو يقانو نبي عليه الصلاه والسلام مو هين ولا صحابا بالاسواق من سوق قيل قيليه رسول صلى الله عليه وسلم مو هين سدا وجد حتى درت دد كقاركود دقامده قاركود حتى ما رتي اد انه انو سوبتاي او حبل السوق كقيلينيو ما حويان عدكودي ما رتي انت ودد مريان مشرق مغرب لا مقلايو يعني ما هدقكي دقن كده ديق مسلمين تا ما رسول كان صلى الله عليه وسلم وحليلي لم يكن سخابا في الاسواق مو هين من سوق غنبو عليه الصلاه والسلام كقيل قيليه وميلها عدكيسا لا مقلو مو هين نبو عليه الصلاه والسلام الا انو دي ما رتي حق شيغا يا ام عيد الله هدل يا ام ودد وعدنا يا ام دعود قدنا يا مين ولا ترفع فيه الاصوات ولا تؤبن فيه الحرم وحويه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس دمر كلا شيكايو لو فلانقيه او waxyaabaha hadda maaragtay laga xishooday dadka qarkooda ay sharafta moodeen maaragtay ay lagu sheegsheego muwaahin yatafadaluna waxay ahaayeen kaanu waxay ahaayeen baa u qadirin halka kaanu waxay ahaayeen dadkaasi dadka majliska fadhiya yatafadaluna kuwa ku kala fadli badan fihi majliska dhicdiisa bitaqwa majliskaas dadka jooga waa la sina lama kala sareynin waxa weeyaan xaqa iyo dacwada iyo diinta waa loo sina يا رسول صلى الله عليه وسلم حقك كمقل كيس إيه كقادشي سي ويدينتيس لو ما كلا فضل بدن دت كلك فديا إلا على كعبس مويان لا فضل لعربي على عجمين يعني وحوي كلكم من آدم وآدم من تراب أيا السمضة إيو ماركتي لما أنت إن آدم بكت كتم آدم لما أنت إن الماء آدم باتين سداس أيا هيد وحويان يعني شعار كمجلس كاكتشري يتفاضلون فيه وكو كلا فضل بنايين بالتقوى ويكو كلا فضل بنايين الله كعبسهم بالوكو كلا فضل بنايين واحد قال لكم كلا فضل بنايين لا مذب يد ولا داء ولا وحويان ماركتي قبيل ولا وحويان هنتي قفكو ويستل لكم كلا فضل بنايين ويتواضعون ويتواضع جرين ويسلوليك جرين ويوقروا ومجلس كبير لغو يقانمو هين تدك مجلس تواضع يسلوليك يأخلاق تدون أكسن لغو يقانمو يوها ويوقر واوينين ويوقر ولا وينين يا الكبار كو داده واوين ددك واوين يا مدهان وين امدين هان يا علمهان يا قدرهان يا شرفان وين ولا وينين جري ويرحم ولا نحريسن جري فيه يعني مجلس دحريسه الصغار كو يريرنا ولا نحريسن جري عرفت مركه تما مجلس عرفت لغيري مهم مجلس النبي وها مجلس عرفت لو نحريسه ويؤثرون ويدور بدين المحتاج كباهن مركو ميد باهن ويمادنا حداي وحيان كي بهنا بيدور بديين ويحفظون واحفظين الغريبة كي وحويان سعطتها أما مقالة قريب كوها إعانوا لنا حقوق ديسي حرم ديسي بإلالينيين هذا ما قرأت ويخرجون وبحيين ومجلس كبحيين أدلة حاليهم كوتو صاية ضدك على الخير خير كوتو صاية يقول ضدك خير كي يقول يرينا مجلس كالنبي كبحيشرون وكتكترين دعاد بي يقول دعادة حقك باقية أي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أي كبيح الشرين دات كفر لي أبو لي شيخ واي مركا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام سورة ديسو أما سيمة ديسة إيا علامة ديسو ساسهين مجلس رسولك صلى الله عليه وسلم وفر ليو ودعوة دي حقي لقد قيسنا يو وعلمي قلوكو كالقاضنا يو أو إشكال قل اللي سكو ويدينا يو وكوين إيما دلو لا احتراما يو كيرا يما دلو لن حريصنا ايو كباهن وحي الله تاري كرا الله ترا ايو كغريب كالا سود وين ايو اي وحويان ماركتي مقالة آنو دلن اما سعوتادا المسلم كا حتى كقال كالا سود وين ايو اي آن ماركتي محارب كاهين وقال كان مسلمين تاني دقال سكولي جر حتى والا سود وين جر ويخرجون ويبيحي جرين أدلة حاليهم مجلس كاوحي كتاك جرين صحابة يددك تشوغا يا أرضيتي صح حضرت النبي عليه الصلاة والسلام حقك قادني زي أدلة حاليين كو ضدك تصاية على الخير تصاية وكان النبي روحا يتألف ميد سوت شيتا أصحابه وأصحاب تيسا أصحاب تيسا ميد صود صو حويان مارتي أن سود ويا بها وكان النبي روحا يتألف ميد سود ويا أصحابه وأصحاب تيسا أصحاب تيسا النبي عليه الصلاة والسلام مؤريشرين كودا فقير كا كودا باهن كود وحويان ماركتي ضعيف كا كود الرير سراك لا شيء كود وحويان تلكياني ودن كأولين انت بني بقى سود وينشر ويكرم ويكرم وما موسى شر النبي كريم كل قوم قال كسته
cidda waxa weeyaan taladeeda haysa ee odayaasha u ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waa sharfi jiray. Wayuwallihi waa u dhiibi jiray amrahum, arrintooda ayuu u dhiibi jiray. Rasuulka sal allahu alayhi wasalam markuu kariimu qowmin qolo cid u talisa salaadiintoodii nin kamid a ama cuqaashoodii kamid a ama madax dhaqameedkoodii kamid a ama ugaasiyadoodii kamid a markay u yimaadaan rasuulku sal allahu alayhi wasalam waa karaamin jiray. Marka dambe ay ka tegayaanna iyaga ayuu hadday muslimiin yihiin arrintii reerkaa iyo qabiilkiisii ayaa loo dhiibi jiray, sidiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sameeyey waxa weeyaan abu hureyra radi allahu tacaala canhu iyo keyrkiiba. Wayatafaqadu nebigu wayatafaqadu rasuulku sal allahu alayhi wasalama waa kor meeri jiray asxaabu asxaabtiis. Rasuulku sal allahu alayhi wasalam asxaabtiisa waa wareysan jirayo kooda maqan iyo kooda xanuunsada iyo kooda maaragtay tamarta daran leh. Nebigu sal alay tafaqud buu ku samayn jirayo, waa baadi goobi jirayo, waa raadin jiray. Walam yakun nebigu muu ahayn faaxishan, hadduu midkood maqnaada nebigu waa wareysan jiray. Haddii la dhaho waa xanuunsanaya rasuulku sal allahu alayhi wasalam waa booqan jiray. Haddii la yidhaahdo waa dhintay janaasadiisa waa ka qayb geli jiray. Bal qaarkood inta la aasay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey saxaabadii, markaas wuxuu ku yihi heblaaya maaday gabadhii masaajidka maaragtay ka shaqayn jirtay, markaasay dhahaan way dhimatay heblaayo. Markaasuu nebigu yihi oo dabadeedna waanu aasnay. Markaas saxaabadii nebigu ku yihi maxaa ii soo ogeysiin weydeen, deedna intuu nebigu qabrigeedii tegay ayuu ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam. Walam yakun nebigu mu ahayn faaxishan mid af xun, walaa mutafaxishan mid dadka afka xun le la qastana rasuulku sal allahu alayhi wasalam ma ahayn. Walaa yujzi nebigu calayhi salaatu wasalaam muu ahayn mid waxa weeyaan ku abaalmariya bisayi-ati xumaanta, asayi-ati xumaan kuba abaalmariya. Qofkii xumaan ku sameeya shakhsiyadiisa nebiga calayhi salaatu wasalaam xumaan uguma abaalgudi jirine, waa iska dhaafi jiray, bal iska dhaafe yacfu nebigu waa u dhaafi jiray. Wayafsaxu indhaha ayuu ka laaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam, yafsaxu indhaha ayuu ka laaban jiray, yacfu waa iska dhaafi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam, maadaama waxaa la sameeyey ay tahay xumaan isaga lagu sameeyey sal allahu alayhi wasalaam, ama iyo meel ka dhac isaga lagu sameeyey, isagoo awoodi karaya inuu aargoostay inuu nebigu aargoosan jirin. Waxaana axaadiista saxiixa ku soo aroortay man taqama rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam linafsihi qatu, nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa weligii uma aargoosanin sala allahu alayhi wasalam. Haddii laakiin xurumaadka ilaahay meel lagaga dhaco oo sharciga meel lagaga dhaco, rasuulku sal allahu alayhi wasalama markaa wuxuu cadhoon jiray, cadho aan cidina ishortaagi karin ayuu cadhoon jiray. Qofkaana wixii sharcigu faray ayaa la marin jiray sharciga meel kaga dhacay haahi, haasatan hadday maaragtay isaga soo gaadho rasuulku sal allahu alayhi wasalama. Qofkii sharciga meel kaga dhaca waxa weeyaan wixii sharcigu wixii uu mudan yahay ee sharcigu uu xukumay ayaa la marin jiray. Sheekh wuxuu yidhi walam yadrib, nebigu muu garaacin khaadiman waxa weeyaan mid shaqaala ah iyo waxa weeyaan gabar shaqaala toona walamaraatan gabarna khaadiman mid u shaqeeyo shaqaalihiisii kamid a khadamkii nebigu waynu soo marnay sal allahu alayhi wasalam. Nebigu calayhi salaatu wasalaam weligii muu garaacin, yaa weligii muu garaacin sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbihi wasalam. Waay walamaraatan gabarna weligii muu garaacin, ama mid uu qaba ha noqoto, ama mid addoonu ah ha noqoto, ama mid ummadiisa kamid ha noqoto, ma garaacin nebigu calayhi salaatu wasalaam. Walaa shay-an shayna qatu, xayawaana nebigu weligii ma garaacin. Ilaa an yujaahida, inuu jihaado fii sabiili illahi u jihaado mooyaane, wax dee jihaadka ay ilaa markuu ilaahay jidkiisa u dagaalamayo jihaadka lagu jiro mooyaane, xaaladaasi wax la kulmo mooyaane rasuulku sal allahu alayhi wasalam ma garaacin. Wamaa khuyira nebigu calayhi salaatu wasalaam lama doorsiinin, lama dooransin. Saa halkan waxay ku tusinaysaa ama laga qaadanaya inay akhlaaqda wanaagsan ka mid tahay inuu qofku dulqaato afar ilaa saacadan wax garaacin oo waxa weeye khaasatan caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo markuu tarbiyeynayo inaanu waxa weeye inaanu usha ka dhiganin maaragtay shayga keliya ee uu maaragtay wax ku tarbiyeeyo ee uu cafiga iyo safxiga iyo rafqiga iyo dhibirsanaanta iyo waanada waxa weeyaan ku dadaalo. Wamaa khuyira lama dooransiinin bayna amrayni, laba arrin nebigu kala dooro lama odhanin, ilaa haddii la yidhaana ikhtaara wuxuu dooran jiray nebigu, aysarahumaa kooda waxa weeyaan fudud. Laba arrin nebiga lama kala dooransiinin, ilaa haddii la kala dooransiiyona nebigu labadaa arrin wuxuu dooran jiray kooda fudud. Hadday laba shay nebiga isu taagto, laba shay inuu sameeyo hadday nebiga isu taagto ama u gudboonaato, labadaa shayna midkoodna aanu dembi ahayn siduu sheekhu sheegi doono, ee mid walba mid sharciga ku bannaan uu yahay,
labada kaysarka ah ee fudud mee waqtiga uu joogo iyo meesha uu joogo iyo xaaladda uu joogo ka u munaasibka ee fudud ayuu qaadan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam. وما خير لما دورن سنين بين أمرين لما أمرين لما دورن سنين إلا هدي لدورن سنين اختار النبي قوح دورن شر أي سراهما كودا فضوط ما لم يكن إثما أدان الدين بهين سيدا وقيت دي لبا شيء لقو دورن سيو لبا دو شيء بنا أيهين لبا شيء وشرع وكو بنا أما لبا دو شيء بأيهين لبا شيء وطاعة وحويان إلهي اللي قد وانا أيو كدتك أفضوط يا أديك كو فضوط مشاقة بدن أني كاسو قارين وحويان قادو haddii labada shay lagu doorasiiyay ay yihiin weeyaan laba shay oo siman ama haduu midkoodna faral yahay midkoodna sunna yahay faralkaaba la qaadanaya haduu midkoodna yahay muharram midkoodna mubaax yahay deka mubaaxaba la qaadanaya haduu midkoodna muharram la isku waafaqsan yahay midna uu yahay muharram la isku khilaafsan yahay hada ka muharramka la isku waafaqsan yahay waad ka tagaysaa kama hadii ay mid isu ka taagtay inaad ku dhacdo muharramka la isku khilaafsan yahay ama wax weeyaan maaragtay waa makruuh iyo makruuh maaha laysugu hayo ayaad qaadanaysaa weeye. Sheekhu wuxuu halkan ka sheegayaa qaacido cajiiba wax allaale wixii uu soo sheegay akhlaaqda nebiga sallallahu calayhi wasalam bal hadda meeshay xaggu ka keenay buu sheekhu sheegaya. Sheekhu wuxuu yihi wadalaa'ilu kulli maa kullu wadalaa'ilu ku wadalaa'ilu kullu kulli maa dakartuhu wadalaa'ilu kulli maa dakartuhu wixii aan soo sheegay oo dhan daliiladoodu fi saxiix xaalay saxiixa ku sugan tahay mashhuuratun weeye mid caana waxa aan soo sheegay akhlaaqdii nebiga sal allahu alayi wasalam ka mid a axaadiista saxiixa iyo saxiixeynka ayay kusoo aroortay xaalay kusoo aroortay weeye mid mashhuura weye faqad jamaca allahu ilaahi wuxuu jamciyey subxaanahu watacaala ilaahi wuxuu isugu daray nebi maxamed faqad jamaca allahu subxaanahu watacaala ilaahi wuxuu isugu daray lahu nebi maxamed sal allahu alayi wasalam kamaal alakhlaaqi akhlaaqda teedii dhammayska tirnay iyo maxaasin ashiyami kamaal alakhlaaqi akhlaaqteedii dhammaystirnayd iyo maxaasina shiyami shiyamka iyo dabeecadaha teedii ugu wanaagsanayd ha ashiyam waxa weeyaan waa dabeecadaha iyo maaragtay iyo wanaagyada maxaasina shiyam dabeecooyinka tii ugu wanaagsanaydna rasuulka sal allahu calayi wasalam waa siiyey waa ilaahay waa isugu daray waa ataahu ilaahay wuxuu siiyey cilm alawaliina waalaakhiriin cilmigii kuwii hore iyo kuwii dambaba ilaahay waa siiyey hadalkan cilm alawaliina waalaakhiriin ugama jeedaa sheekhu nebigu calayhi salaatu wasalaam waataahu ilaahay wuxuu siiyey cilm alawaliina kuwii hore cilmigoodii iyo waalaakhiriina kuwii dambe iyo wamaa shay buu siiyey fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay annajaatu waxa weeyaan badbaadadu iyo walfawsu liibaantu wax kasta oo lagu liibaanayo adduunya aakhirana nebi maxamed ilaahay waa siiyey waxaalbuu ilaahay sidaa nebi maxamed siiyey ummiyunuu yahay mid ummiya oo laa yaqra-u aan waxba akhrin walaa yaktubu aan waxba qorin walaa mucallima lahu cid waxbartayna aanay jirin oo min albashari dadka ahi cid basharo waxbartayna iyadoon jirin waxbana aanu akhrin waxbana aanu qorin buu ilaahay intaasoo dhan isugu daray waataahu allahu ilaahay wuxuu siiyey maa lam yu'ti waxaanu siinin axadan qofoo min alcaalamiina qof khalqiga bani aadamka ka mid a ilaahay wax aanu siinin ayaa ilaahay siiyey nebi maxamed wakhtaarahu ilaahay waa ka doortay calaa jamiici alawaliina waalaakhiriin dadkii hore iyo kuwii dambaba ilaahay nebi maxamed buu ka doortay isagaa ugu fadli badan salawaatullaahi salaadaa ilaahay iyo waxa weeyaan wanaagyadiisu iyo wasalaamuhu nabadgelyadiisu nabadgelyooyinkiisu calayhi guudkiisa daa'imayn ha ahaadaan daa'imayn xaalayiin kuwa daa'imaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama kuwa daa'imaya xaalayiin halkan sheekhu wuxuu sheegay sheekh waxalaala wuxuu sheekhu soo sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdiisii ku saabsan inay waxa weeyaan axaadiista saxiixa ah iyo saxiixeynka ay ku sugantay axaadiis mashhuurana ay tahay waay sidaas ayuu sheegay waay waxa kaluu sheegay inuu ilaahay nebi maxamed kamilayo ilaahay uu kaamiliyey la akhlaaq dhammaanteed iyo shiyam iyo dabeecado kuwa ugu fiicnaa ilahay nusi waxa kaluu sheegay sheekhu inuu ilaahay kheyrkaasoo dhan isugu daray isagoo ummiya oo aan laa yaqra walaa yagtub markuu sheekhu leeyahay ilaahay cilmi alawaliin waakhiriin buu siiyey ugama jeedo cilmi qeybkiibuu ogyahay wixii maqnaayo dhan buu ogyahay taa ugama jeedo ilaahay baa sheegay inaan taa cidna ogeyn qeybka dhammaantii cidna ma ogeyn ee wuxuu ka warramayaa ilaahay wuxuu siiyey nebigeena calayhi salaatu wasalaam kitaab ay ku sugan tahay oo qur-aankii ah oo kuwii hore khabarkoodii ee isaga ka horreeyey iyo kuwa soo socday iyo waxay yeeli doonaanba ay ku sugan tahay buu ilaahay siiyey marka cilmi aad iyo aada u ballaadhan ayuu ilaahay siiyeyoo
وحويان ساسا يكتلمامي لكن غيب كو أجيهن كما تلماميه وايو ديوا كالنبي إلهي كيوني وعلمك ما لم تكن تعلم وكي إلهي كل قل لا أعلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي سيدا وكي إلهي كيوني إلهي وكي عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا إلهي غيب كيسا لما أنت عدنا موضة تصو إلا من ارتضى من رسول غيب كما أنت عدي موضة أغا عيد غيب كوحكة مدى الله تسينا وعيد لغا الرالية هاي والرسولون وهي والرسولون وهي مركا أولييو وحويا صالحين يو غيب غيب كوحكة متشران رسولشنا غيب كوحكة وقتها انتي لغا أغيسيي هاي إلهي وحسيي بولي نبينا بالمعجسدي ساك انت علم انت علاق إلهي النبي وسيو كسودتشي لا يقرأ ولا يكتب وأميو وحبنا ما أخريو وحبنا ما قرأ إلهي بشر وحبرين متشرو إلهي بس أو تلقى صوت أي واحد ويسيله وعجز قليه أحيانا يعني قال هذه ولا إنه ولاني بقول سي خلقي قبل سيله وعجز قليه وأنا يورنين دوار وحبو أخري أي وحبو السكان كاني ثبت في صحيح وحصحيح كسر نادي بوشقوري أنا نسيب المالك أنا نسيب المالك نوح كسر نادي صحيح أنا كسر جنبوري شاخو رضي الله عنه قال إنه يري ما مسست ما انتابني ديباج ما انتابن ما مسست ما انتابني ديباج حرير و ديباج حرير يا ولا حرير ديباج هو نوع حرير تكمدة يا ولا حرير حرير علينك علينك كتشل عسن إن كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد كف كيس كتشل عسن ولا شممت نبي محمد باب عديسي وكتشل عسن حريرنا ده ما تابنين ولا شممت ما أورنين رائحة أدق ما أورنين وقد طولي جي وأطيب كفي عن من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدق نبي محمد عليه الصلاة والسلام يودقون كي ككسو مارتي كم كما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي جاي الله وحكا ودقون ما 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 مارتي رايحة رسولك صلى الله عليه وسلم ما أرين وايه أما وحويان ولقد خدمت وان أشقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي 10 سنين 8 سنة أشقي فما قال لي 8 قوة أي النبي قو شقيني فما قال لي يقوم أوران قد ولي أفن وحانت سميسي أف ويان وهذا الحن يقوم أوران ولا قال لكم أوران لشيء ولا قال كمو بحين لشيء شيء فعلته أن سمي شيء أن سميينا مورا لما فعلته محاضر سميسي ولا لشيء شيء ولا مفعله أنا سمينا ألا فعلت كذا سلامات سميسي دي مورا كي أن سميينا حميينا هكا تنتي سن بي فريجر كي وحويان أن هكا تيينا ويقع مانيجر وحي أن حميينا سيارة الرفقية ونبير سن بي فريجر رسول صلى الله عليه وسلم إن أن وحويان أغن نقنين سلاس أيو ماركتي شيخو هل كان وحكو ختم مالفك رحمه الله نبينا عليه الصلاة والسلام أخلاق ديسي وحكم ذا ونعمة الأخلاق محاك أخلاق ونأكسنا رسول صلى الله عليه وسلم محايا أخلاق ديسي ونأكسنا ويلي سيقو خير خلق الله جل وعلا يا إلهي دتك كوكوش على وعفصل كان فصل كوحيق الشيخ وكوت المامية وحيابا كمذا نبي عليه الصلاة والسلام معجزات كيسي يا وحيابيه تسينا يي نبي النمديس عليه الصلاة والسلام يني نبي النمديس حقه أيو الشيخ هل كاسي كذا ورمي دونا فصل كحيدة هل كاسو درسي كن ما أنت كتشوفيها سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.